بداية بمواليد برج الحمل، والنصيحة اللي تقول لكم اخذ كل شيء بعقلانية وحب كل لحظة انت قاعد تعيشها بيومك، ترى انت وايد تستاهل. اللي تنفع نهديها حق مواليد برج الحمل راح تكون اغنية انا رايح للقمر لجاسم محمد، اتوقع وايد لايقه. حق مواليد برج الثور، واللي نصيحتي لكم هي لا تخش كل شيء بقلبك، ترى بعض المرات انك تتناقش الناس اللي حوالينك واللي تفكر فيه مريح. أتوقع أن الأغنية اللي تنفع حق مواليد برج الثور هي عبد الله رويشد اللي نساك انساه، يعني لا تشتكي وتلوم عمر الحزن ما يدوم. صح. الحل راح أنصحها حق مواليد برج الجوزاء هي أنت وايد مرتاح بهالفترة هذه، ما أظنك محتاج مني نصيحة. صح. مواليد برج السرطان نصيحتي لكم هي عود نفسك أنك تسأل عن اللي حوالينك مثل ما أنت دائما ناطرهم يسألون عنك، ترى الحياة سلف ودين، هات وخذ. اوكي. اكثر اغنيه لايقه حق مواليد برج السرطان وراح اديهم اياها اليوم هي اغنيه يا اخي اسال، يعني لو مسال انا انت ما تسال، اغنيه اصاله. دي حق مواليد برج الاسد، خفف شويه من حده تحكمك بالناس اللي حوالينك، مو اذا الاشياء ما مشت مثل ما انت تبي معناتها لازم تنتهي، لا مو لهالدرجه. ابراج ما اهديتهم اغاني، برج الجوزاء اغنيتك راح تكون لبيه حسين الجسمي، برج السرطان اغنيتك كلها منك عبد المجيد عبد الله. اما الاسد ما راح اهديك اغنيه، لان بالنهايه انت بتسمع اللي عجبك. قلت لك انت ما تخلي الناس يتحكمون او يختارون او يسوون اي شيء بحياتك، تبي كل شيء على كيفك يا اسد. مواليد برج العذراء، نصيحتي لكم هي اذا شفتوا الطرف الثاني ما قاعد يتجاوب مع احساسكم ومشاعركم، وقفوا شويه، اخذوا نفس عميق وجربوا مره ثانيه. اتوقع ان اغنية ذب تشكرة هي اكثر اغنية تنفع ان نهديها مواليد برج العذراء. مواليد برج الميزان، نصيحتي لكم هي تعلموا دائما انكم تعذرون الناس اللي حوالينكم مثل ما انتوا دائما تطلبون من الناس اللي حوالينكم انهم يعذرونكم وقت الظروف. اغنية اللي وايد لايقة ان نهديها حق مواليد برج الميزان اليوم هي رد الزيارة عبد الكريم عبد القادر. اي عشان تعرفون، بس عشان تعرفون. أي مواليد برج العقرب، بطلوا من سالفة يا أما الموضوع يمشي مثل ما أنا أبي يا أما ما يمشي، either my way or the highway. مواليد برج العقرب إذا الشيء ما مشى مثل ما هم يبون خلاص ما راح يمشي نهائيا، بس ما نبي. وبعدين تمشي عليكم أغنية ماني على كيفك مالت هند. مواليد برج القوس، إذا كنت متضايق من أحد روح قول له ترى أنا متضايق منك، لا تنطر هو يحس بروحه ويراضيك، لأن إذا ما حس أنت بتتأذى زيادة. لايقة حق مواليد برج القوس هي أغنية مليون خاطر، لأنه لازم يعرف أن في وايد ناس بخاطرهم أنهم يطيبون خاطرة بس إذا دروا أنه هو مضايق. فهمت؟ مواليد برج الجدي هي لا تعطون وعود في لحظة فرح ولا تقولون كلام أنتم مقدة في لحظة غضب، حاسب على كلامك بكل لحظة. هديها حق مواليد برج الجدي هي أغنية وينك من زمان، لأنهم صدق يعرفون يخلون البني آدم في كل لحظة يحس الإحساس اللي هم يبونه يحس فيه. وينكم؟ مواليد برج الدلو، حاولوا ان انتم تحافظون على ان سمعتكم تكون حلوه بعيون الناس اللي علاقتكم فيها ما كانت قويه مثل ما كانت قبل، ترى الناس للناس والكل بالله. اوكي. تنفع اني اهديها حق مواليد برج الدلو هي اللي ما عنده مشاعر واللي خلى القلب حاير له حاط ولا. مواليد برج الحوت هي الشيء الحلو اللي بيدينك لا تغامر فيه، لا توصله لمرحله انك ممكن تفقده، حافظ عليه عدل عدل عدل. اتوقع ان الاغنيه اللي تنفع نهديها حق مواليد برج الحوت هي اغنيه نوال الكويتيه وبقول للعالم احبك. عرفتوها صح؟